التفسير النفسي للتجارب الدينية A psychological understanding of religious experience. في عدد كبير من التفسيرات السيكولوجية للتجارب الدينية، يمكن أحد أشهرها وأهمها على الإطلاق قدمها الطبيب وعالم النفس النمساوي مؤسس علم التحليل النفسي Psychoanalysis سيجموند فرويد، اللي طرحها للمرة الأولى في كتابه الأهم عن أصل ونشأة الأديان وتطورها مستقبل الوهم The Future of an Illusion اللي نشره سنة 1927. فرويد جادل إن أحاسيس العجز helplessness والخوف fear في الطفولة هي السبب وراء نشأة الرغبة في وجود صورة أبوية محبة حامية للفرد fatherly loving protection. الرغبة دي في وجود الصورة الحامية الأبوية بتنتقل مع الفرد في مراحل النضج وبتنمو لدرجة تتطلب فيها صورة أبوية أكثر قدرة محبة وحماية، ده بالإضافة لرغبة تحقيق العدالة الكونية ورغبة الاستمرار في الوجود بعد الموت. الرغبات الثلاثة دي بيتم إشباعها من خلال وهم العناية الإلهية Illusion of Divine Providence. فرضية فرويد عن تحقيق الرغبات الإنسانية الدفينة من خلال التجارب الدينية كانت موجهة بشكل أساسي تجاه الديانات التوحيدية Theistic Religions اللي فيها صورة الله تم عرضها على شكل أبوي في السماء، الديانة المسيحية على وجه التحديد. إلا أن الفكرة دي من الممكن تطبيقها على كافة الأديان والتجارب الدينية الأخرى على أنها بتقدم إسقاطات نفسية psychological projections هدفها إشباع رغبات معينة عند الفرد. أحد الردود على التفسير النفسي لفرويد هو أن فعلا من الصحيح أن التجارب والمعتقدات الدينية قد تكون مسببة باحتياجات ورغبات معينة عند الفرد، لكن إيه الضرر في الإدعاء ده؟ مازال لا ينفي محتوى التجربة الدينية أو المعتقد. على سبيل المثال، افترض أن شخص ما بيعتقد في وجود إله شخصي كامل القدرة، المحبة والكمال نتيجة لرغبة عميقة بداخله في وجود صورة أبوية سماوية. هل هذا ينفي وجود الله كامل القدرة، المعرفة والمحبة؟ بكل تأكيد لا. ده بالإضافة لأن الله قد يكون بيستخدم فكرة الروابط العائلية القوية كأداة تربوية لتعليم الناس عن طبيعته، الفكرة اللي بيعتقد فيها غالب اليهود المسيحيين والمسلمين اللي بيعتقدوا في إله له صور أبوية أو كصديق أو أقرب إليهم من حبل الوريد. في الحقيقة نظرة فرويد عن الدين كانت سلبية بشكل عام، ما بالك بالتجارب الدينية على وجه التحديد، وأشار في أكتر من موضع في كتابه المهم للدين بأنه عمل الوهم، وجادل أن الدين ربما البند الأكثر أهمية في مخزون الحضارة البشرية النفسي Perhaps the most important item in the psychological inventory of civilization. وفي تقديره الدين كان قوة داعمة في مواجهة البشر لقوى الطبيعة الخارقة، واستنتج من ده أن كل الأديان وهم وخرافة صنعها البشر تفتقد لأي دليل داعم لها. وجادل أن الممارسات الدينية العقائدية Dogmatic Religious Practices المستمرة بتضعف من عقلانية Intellect الفرد عن طريق حجب إمكانيات التعجب الدهشة والتساؤل عنده. لكنه أضاف أن على المدى البعيد لن يقف شيء في طريق العقلانية والتجربة، والتناقض اللي بيطرحه الدين في وجه كل من العقل والطبيعة أكبر من أن يستمر لفترة طويلة في وجهة نظره. التجربة الدينية ما هي إلا وهم فردي مدعوم بوهم أكبر جماعي Mass Delusion وهو الدين. الفرد لما بيبعد عن التفكير العقلاني المنطقي بينحو للتفكير الخيالي المشبع بالخرافات في وجهة نظر فرويد. لكن بشكل آخر الوهم الكبير ده عند فرويد زيه زي باقي المدارس الفلسفية والنظريات العلمية، كلهم بيحاولوا يفهموا العالم المحيط لكن كلا بطريقته المختلفة. واختتم كتابه بأمله في أن العلم المستقبلي يتخطى الدين كظاهرة حية وتصبح جزء من التاريخ البشري الاجتماعي والثقافي ويستبدل المنطق الإيمان. زي ما فرويد جادل بأن التجارب الدينية من الممكن تفسيرها من خلال الآليات النفسية اللي بترجع جذورها في تجربة الطفولة المبكرة والتوترات النفسية الديناميكية عند الفرد، أبو التيار الاشتراكي
الاقتصادي الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني كارل ماركس جادل بصورة مماثلة أن التجارب الدينية وظاهرة الدين بشكل عام بترجع للقوى الاقتصادية المادية وصراع الطبقات في المجتمع، وبالتالي المؤثرات النفسية والاقتصادية الخفية من وجهة نظر كل من فرويد وماركس بيعزى لها الأثر الأكبر في تفسير الظاهرة الدينية وجذورها. بالرغم من أن نظرية فرويد عن الدين لها عدد قليل من الأتباع في الوقت الحالي وكذلك نظرية ماركس، إلا أن في أبحاث وجهود حديثة لصياغة نظريات نفسية واقتصادية لتفسير ظاهرة التجربة الدينية. معظم الأبحاث دي بترجع التجارب الدينية للاضطرابات العقلية والعصبية أو أحيانا لتأثير المخدرات. على سبيل المثال للحصر، أبحاث كل من عالم الأعصاب الأمريكي المعاصر أندرو نيوبرغ وعالم النفس يوجين داكويلي اللي نشروها سنة 1999 في كتابهم الممتع العقل الخفي، دراسة بيولوجيا التجربة الدينية The Mystical Mind Probing the Biology of Religious Experience.